بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز الأخبار الرياضية. إذن أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة الخضر للمعسكر المقبل الخاص بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. إذن المنتخب الوطني الجزائري سوف يفتتح مشواره في تصفيات كأس العالم يوم 2 سبتمبر على ملعبه بمواجهة منتخب جيبوتي، قبل أن يخوض بعدها بخمس أيام مواجهة قوية أمام بوركينا فاسو سيحتضنها ملعب مراكش بالمغرب. إذن الناخب الوطني أعلن عن القائمة التي سوف تحضر المعسكر تحضيرا لهاتين المباراتين إن شاء الله. إذن أقدم لكم الآن القائمة المنتخب الوطني الجزائري. في حراسة المرمى وهاب الرئيس مبولحي، ألكسندر أوكجدا وعبد الرحمن مجدل. في خط الدفاع كل من مهدي زفان، محمد رضا حليمية، رامي بن سبعيني، عيسى مندي، جمال بالعمري، أحمد توبة، عبد القادر بدران، حسين بن عيادة ونوفل خاسف. في خط الوسط كل من إسماعيل بن ناصر، رامز الزروقي، سفيان فيقولي، هاريس بالقبلة، هشام بوداوي وآدم زرقان. وفي خط الهجوم إسلام سليماني، بغداد بونجاح، أندي ديلور، رياض محرز، رشيد غزال، سعيد بن رحمة ويوسف بلالي. إذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في هاتين المباراتين إن شاء الله. يجب علينا الفوز في هاتين المباراتين، يجب علينا ألا ندخل في مشكل الحسابات التي تعودنا عليه في الماضي. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.